فالأنتنة زي ما احنا اتكلمنا في سيشن السابقة هو عبارة عن الديفايس اللي بيكونكت ما بين الترانسميتر والريسيفر، فهو الوصلة أو الرابطة أو ترانزيشن ما بين الجايدد ويف انسايد ترانسميشن لاين أو مايكرويف أو إلكترومغناطيك سيستم والبروجيتنج ويف في الفري سبيس، سواء أثناء الترانسميشن أو أثناء الريسيبشن. فإحنا بنحتاج تو أنتنة في أي كوميونيكيشن سيستم، واحد في الترانسميتر ده اللي بيعمل لونشينج الإلكترومغناطيك ويف من جايدنج ستراكشر في الترانسميتر للفري سبيس أو الاير، تمام، وعندي أنتنة تاني في الريسيفر هو اللي بيعمل كاتش للإنكامينج ويف وبيعمل لها سينسينج بحيث ان يحولها تاني الى جايدد ويف في الريسيفر سيركت، تمام. زي ما قلنا ان المسافه بين الترانسميتر والريسيفر بتلعب دور في الباور دنسيتي الريسيفد عند الريسيفر. ليه؟ مش بسبب باور لوس في الميديوم، ولكن بسبب ان الباور اللي ترانسميتد من الترانسميتر بتتوزع على سطح سفير. ده لو كان عندي الانتنة بتاعي من اللي بديت في every direction، وبالتالي الباور دينستي بتبقى معتمدة على الار سكوير اللي هو الراديوس ما بين المسافة بين الترانسميشن والريسيفر، اللي هي بتشكل الراديوس بتاع السفير اللي بيبقى على سطحها الباور اتقسمت، تمام. فكل ما بتبعد المسافة ما بين الترانسميتر والريسيفر، كل ما الباور دينستي عند الريسيفر بتقل بروبورشنال للار سكوير، تمام. وزي ما قلنا الانتنة هو الانترفيس ما بين الترانسميشن لاين والسبيس، سواء في الترانسميشن او في الترانسميتر او في الريسيفر، تمام. الانتنة is a passive device، تمام. دكتور معلش ممكن البوينتر؟ ايوه هو انا ما بتكلم ما يعني طيب ماشي اوكي، تمام. تمام الانتنه يعني باسيف ديفايس، تمام. طيب مين يشرح لنا يعني باسيف ديفايس؟ يا شباب ماذا يعني passive device؟ ما بتأدش power في السيستم، يعني بتعمل losses وخلاص. بالضبط كده، تمام. هو بيعملش ما بيعملش addition لpower أو generation لpower، أو ما بيكبرش الـ input power، تمام. وإذا كان في losses يبقى في الباور الاوتبوت بتاعته اقل من انبوت باور، تمام. ده الباسيف ديفايس، والانتنا از ا باسيف ديفايس. وبالرغم من كده احنا دايما بنعرف احد البارامترز المهمه للانتنا اللي هي بنسميها الانتنا جين، تمام. الانتنا جين، تمام. كلمه جين تراديشنالي الشغل اللي احنا عارفينه هي جين عباره عن الباور اوتبوت على الباور انبوت، ده بالنسبه للباور جين، او الفولتج اوتبوت على الفولتج انبوت، او الكرنت اوتبوت على الكرنت انبوت بالنسبه للامبليفاير. اذا كنت ببص للباور او الفولتج او الكرنت جينز، تمام. فتعريف الجين دايما هو الانبوت على الاوتبوت على على الانبوت، تمام. فاحنا المفروض بنقول من شويه ان الانتنا از ا باسيف ديفايس، يعني هو اد نو باور للانبوت باور، تمام. وبالتالي ازاي بنعرف له ما يسمى بالانتنا جين؟ انتنا جين دي احد البارامتر المهمه للانتنا، وبالتالي دي بتكونترادكت زي ما بقول مع حقيقه ان الانتنا از ا باسيف ديفايس، لكن هي تعبير اصطلاحي. ليه بقى؟ تمام. احنا قلنا ان المفروض لو عندي انتنا
يراديت في كل الاتجاهات، فالباور بتاعتي هتتقسم على سطح ايه؟ سفير. طيب عمليا انا ما بحتاجش في اي كوميونيكيشن سيستم ان انا اعمل ترانسميشن للباور في كل الاتجاهات. في الغالب ببقى محتاج ان انا اترانسميت في سيرتن دايركشن، حتى في التطبيقات اللي هي عامة زي مثلا التي في والكلام دوت. تمام، انا ما بحتاجش ان انا رديت في الايه 360 درجة سوليد انجل. تمام، دايما انا بحتاج ان انا يا اما بوينت تو بوينت مثلا كوميونيكيشن، تمام، في كثير من المايكرويف لينكس بيبقى بالنقطة ونقطة، او حتى ايفن ان انا زبول في التطبيقات زي التي في والراديو اللي انا فيها اللوكال برودكاستنج. تمام، كل اللي بحتاجه ان انا اترانسميت في ايه، في نص دايره او حتى في ايه، في سيركل يعني بسيكنس معين. تمام، لكن ما بحتاجش ان انا يعني اعمل ايه راديشن في جميع الايه الاتجاهات. تمام، طيب انا لما بحتاج ان انا اعمل راديشن في دايركشن معين والانتنة بتاعي راديت في جميع الاتجاهات، يبقى كده في عندي ايه، ما بستفدش من كل الايه الباور اللي راديتد في الاتجاهات الاخرى. تمام، وبالتالي تبقى بالنسبه لي تعتبر باور ايه لوس. لكن لو ركزت كل الباور في الاتجاه اللي انا عايز له الباور توصل له، تمام، يبقى انا كده ايه حافظت على الايه على الباور، ومش محتاج ان انا اعمل راديشن لباور كبيره. يعني لو هبص في كل الاتجاهات، لو هعمل راديشن في كل الاتجاهات هحتاج باور عالية جدا عشان توصل لي باور معقولة كان بي ديتكتد عند الايه عند الديستنيشن بتاعتي. تمام، لكن لو وفرت الايه باور ريديتد في الاتجاهات الاخرى، بالتالي هتبقى الباور ريكويرمنت بتاعتي عندي اقل بكتير. ففي الغالب كل الانتنة اللي احنا بنستخدمها بتبقى دايركتيف، يعني انها بتكونسنتريت راديتد باور في اتجاه معين، وبالتالي بتقلل لي من الباور ريكويرمنت اللي انا محتاج ان انا اعمل لها ايه راديشن. فمن هنا جاء مصطلح الانتنة جين، ان هو بيجيب لي العلاقه بين الباور اللي هي راديتد عند سيرتن بوينت في دايركتيف انتنة بالنسبة للانتنة اللي كان بيراديت في كل الاتجاهات. تمام، الانتنة اللي بيراديت في كل الاتجاهات ده بنسميه ايزوتروبيك انتنة. تمام، بنسميه ايه؟ ايزوتروبيك انتنة. الايزوتروبيك انتنة ده انتنة براديت بالضبط في سفير. تمام، وبراديت في السفير ديت في كل الاتجاهات بنفس التساوي. تمام، ده الايزوتروبيك. الايزوتروبيك انتنة ده هايبوثيكال انتنا، ما مش محتاجينه احنا، بس بنحتاجه في عمليات الحسابات والمقارنه. تمام، فهو اصطلاحي. تمام، فده اللي هو المفروض براديت في كل اتجاهات. عمليا براكتيكالي ان اي انتنا براديت في اتجاه معين، تمام، وبالتالي الريشيو بتاع الباور راديتد من دايركتيف انتنا في الاتجاه الماكسيمم على الباور اللي هي كانت مفروض رادييتد لو بدفع نفس الباور عند ايسروبيك انتنا، فالريشيو ما بين التو باورز دوت هو اللي بنسميه الايه الانتنا جين. فالانتنا جين لا يعبر عن ان الانتنا بتاعي اكتف، ولكن يعبر عن قدره الانتنا بتاعي على انه بيركز رادييتد باور في سيرتن دايركشن. تمام، ودي نقطه مهمه جدا انكم تخلوا ايه بالكم منها، و تبقى ايه واضحة في ذهنكم علشان ما تعملش كونفليكت مع الفكرة بتاعت الجين اللي هي اوريدي موجودة عندكم من قبل موضوع الانتنة جين. دايما الجين مرتبط في اذهان الجميع بالاكتف ديفايسز اللي في عندي الباور اوبوت اكتر من من الباور انبوت، وبالتالي فبتكلم على على جين. لكن في الانتنة تاني بالتالي مفيش باور جين، ولكن الجين اللي بيذكر هنا، تمام، هو يختص بقدرة الانتنة او بيعبر عن مقدار
الأنتنة في قدرته في تركيز راديات الباور في اتجاه معين، تمام؟ لكن الباور أوبوت من الأنتنة هي نفسها الباور إنبوت لو أحملنا اللوسز اللي موجودة في السيستم، تمام؟ فالنقطة دي واضحة؟ هل في أي استفسارات؟ لأن الجين أنتنة جين دي من من البارامترز المهمة للأنتنة، تمام؟ في الحاجة الثانية أو المصطلح الثاني إن الأنتنة reciprocal device، تمام؟ الأنتنة أحد أهم الديفايسز اللي هو كل ما بنصفه أو بنعمله analysis أو بنعمله derivation للأنتنة as a transmitter هو applied exactly على الأنتنة as a receiver. كل الترانسميتنج parameters الأنتنة هي نفسها receiving parameter للأنتنة، فهو reciprocal device بنسبة 100%، تمام؟ وبالتالي أنا أقدر أعمل analysis أو أي حساب لأي parameter من parameters الأنتنة باعتباره transmitter أو receiver equally، تمام؟ فكل اللي بيحصل إيه بقى؟ إن أنا لو مطلوب مني حساب حاجة معينة أشوف أيهما أسهل ليا، إن أنا أحسبه as a transmitting أو حتى في القياسات لو أنا بعمل إيه؟ قياسات لأنتنة parameters، فكل اللي يهمني إن أنا أشوف أيهما أسهل ليا، إن أنا أعمل قياس أو analysis لي as a transmitter أو as a receiver، تمام؟ ونفذها والنتيجة هي applied على الحالتين بتاعت الأنتنة، في حالة الايه الترانسميشن وفي حالة الايه الريسبشن، فهو بيعمل في الاتجاهين exactly the same بنسبة 100%، ويمكن هو ايه الانتنة هو الديفايس الوحيد لحد علمي اللي هو reciprocal بنسبة 100%، ما فيش اي ايه ديفايس تاني بيتحقق في الايه الخاصية دي. زي ما ما قلنا، تمام، ايه الانتنة هو ايه الانتنة هو ايه زي ما احنا شايفين هنا في الدرجة، هو ده الجزء ده هو ده الايه الانتنة، تمام؟ ايه الانتنة، تمام، هو الايه اللي بيحقق لي الترانزيشن ما بين هنا اللي هو الجايدد ويف، الجايدد ويف هنا، تمام، ترانسميشن لاين ده فيه جايدد ايه ويف، هنا ايه الويف جنريتد في الجنريتور ايا كان نوعه، سواء احنا بنستخدم تيوبس او سيمي كوندكتور ديفايسز، تمام، فالجنريتور بجنريت المايكرويف او الكترومغناطيك ويف، والدايره بتاعتي يبقى هي دي الجزء اللي فيها جايدد ويف. على سبيل المثال ممكن اللي هي تكون ATM أو خلافه، تمام، وعندي الفري سبيس ويف اللي هي راديتد في الايه في بقى في الخارج، تمام، ده الايه الجزء الراديشن، تمام. فالانتنة هو الايه الترانزيشن ما بين ايه الاثنين، ما بين الجايدد والايه راديتد، تمام. فهنا بنعمل ايه تيبر ترانزيشن، تمام، علشان خاطر تعمل لي الايه الماتش ما بين الجايدد وما بين الراديتد ايه ويف، تمام. فالانتنة هو بيعمل ترانزيشن ما بين الجايدد والفري سبيس ويف، سواء في الايه في الترانسميتر يبقى جايدد يحولها لفري سبيس ويف، او العكس في الريسيفر تبقى فري سبيس ويف يحولها لايه الجايدد ايه ويف، تمام. في عندي ما يسمى الـ intended and unintended radiators، تمام؟ زي ما قلنا ايه ان احنا عندنا الانتنة علشان يبقى practical او efficient antenna لازم يكون ايه dimensions بتاعته comparable للايه للwavelengths. فاحنا في اي communication system زي اقول بنحتاج ايه antenna في الترانسميتر وانتنة في الايه في الريسيفر. في بعض الايه السيستمز يبقى ايه بتاع ده اوت، في بعض التطبيقات يبقى عندي ايه الانتنة بس ايه ريسيفنج في حاله الميجرنج، تمام، وفي بعض التطبيقات زي الميديكال وخلافه ممكن يبقى عندي فقط ايه
ترانسميتر او ريسيفر في حاله ان يبقى عندي بروب وبتاع دوت. المهم ان انا ده اللي هو بيبقى انتندد راديتور، تمام، اللي انا بيبقى عندي انتنا، والانتنا دوت انا عامله عشان راديت او ايه ريسيف الكترو ماجنتيك ويف. لكن في عندي ان انتندد راديتورز. تمام، لما قلنا احنا بنتكلم في السيشن اللي فات قلنا في عندنا ايه في الار اف لما التردد بيعلى وتبقى الدايمنشنز بتاعه الايه الدايره تقرب من الويف لينس، تمام، الدايره نفسها تبتدي تراديت، لان ايه الشرط بتاع ان الايه الدايمنشنز قربت من الايه من الويف لينس بتتحقق. تمام، وبالتالي ممكن يحصل من الايه من السيركت ديت او ترانسميشن لاين ديت راديشن، تمام، وده هيشكل باور لوس لان ده unintended radiator. تمام، وبالتالي لابد ان احنا ناخد بعض الميجرز علشان نمنع حدوث مثل هذا الـ unintended radiation. على سبيل المثال زي ما اتكلمنا قلنا في حاله الايه الهاي فريكوانسي ار اف ريجون ما نقدرش نستخدم تو واير ترانسميشن لاين، بنستخدم انستيد اوف ذات الايه كوكسل كيبل. ليه؟ لان الكوكسل كيبل هيعمل لي ايه شيلدنج للانر كوندكتور اللي هو كارينج الايه الكرنت، تمام، وبالتالي هيمنع الان انتندد راديشن، تمام، او ريسبشن. فبالتالي ده ايه الفرق بين الانتندد والان انتندد راديشن. تمام، طبعا ايه الابلكيشن بتاعه الانتنا موجوده دلوقتي في تطبيقات كتير جدا وانتشار بتاعها واسع جدا، فمن ضمن الحاجات اللي هي مستخدم في الاسترونومي. تمام، ودي بعض الايه انواع الايه الانتنه اللي بتستخدم في الايه في التطبيقات بتاعه الاسترونومي. بصوا عليها في الايه النانو انتنه. تمام، النانو انتنه دي انتنه بتبقى ايه صغيره، تمام، ودي بتستخدم اساسا في اللي هي بسموها الكتروماجنتيك هارفستنج. يعني ايه؟ ان عندنا الايه الالكتروماجنتيك راديشن عندنا في حوالينا سبيكترم ضخم جدا من الكتروماجنتيك راديشن، تمام، فممكن احنا نستخدمها بان احنا ايه ننتج منها باور نستخدمها electrical power. تمام، فزي بالظبط زي ما السولار سيلز. تمام، فممكن نستخدم ايه النانو انتنا بان احنا نعمل هارفستنج للايه للالكتروماجنتيك راديشن. تمام، وتديني ايه يوزبل electrical power نقدر نستخدمها في تطبيقات تانية. فدي اللي بيقوم بيها الايه النانو انتنا اريز. الاريز مصطلح الاري، تمام، يعني ايه الايه الانتنا اري، ده مصطلح برضو مهم جدا. تمام، هنشوفه. تمام، الانتنا اري هو اي مجموعه من الانتنا، تمام، بتراديت نفس السيجنال دي بتشكل ايه اري. تمام، بس لازم هي نفس الايه السيجنال. تمام، يعني لو ديفرنت سيجنالز يبقى دي مش اري، تبقى ديفرنت انتنز. تمام، لو عندي اي مجموعه من الانتنا ترانسميت او بتريسيف نفس السيجنال فدي بنسميها انتنا ايه اري. تمام، طبعا احنا هندرس الاري في اخر الجزء من المقرر ان شاء الله، تمام، بالتفصيل. فالمهم ايه دي ايه المصطلح بتاع الاري زي ما بقول هو عباره عن ايه مجموعه من الانتنا كلاستر او انتنا بتتعامل بالريديشن او ريسبشن ل وان سيجنال فريكوانسي. تمام، في برضو انتناز اللي هي بسميها تاني تايني انتناز. تمام، دي انتنا ليها سايز صغير جدا وبتستخدم في بعض الـ
التطبيقات بتحتاج انتنة صغيرة جدا، ليها أبحاث بتتعمل عليها وشغالة في لسه في مجال البحث. تمام، في برضو ما يسمى بالليكويد كريستال أنتنة. تمام، ودي برضو موضوع من مواضيع الأبحاث اللي هي في الأنتنة. طبعا ده للي هو عايز يعمل نظرة عميقة في الأنتنة أو فارزر ستادي في الأنتنة. المواضيع دي مش قصة بالكورس بتاعنا. تمام، هنا يمكن الايه الحاجات اللي احنا هندرسها هنركز عليها في الكورس السنه دي. تمام، فعندنا الاي ال اوز اللي هي الانتندد ليرنينج اوت كامز، فهي عندي ايدنتيفاي الفاندمنتال كاركترستيك والبروبرتيز بتاع الانتنه والانتنة الريز في حالة الترانسميشن والريسيبشن، وإن احنا نكمبير ونشرح الفرق ما بين different types of antennas and array. ده الجزء ده بنسميه البيزك concepts. تمام، وبعدين بعد كده عندنا البراكتيكال concepts. تمام، إن احنا بنستخدم software computer aided tools لعمل design characterization الانتنة والانتنة الريز، بنعمل measurements علشان نكاركترايز الانتنة. تمام، وده طبعا بيبقى في جزء المعمل. تمام، وبعدين في الـ overall objectives اللي هي ان احنا نسلكت systematic approach لanalyze وsolve real life انتنة propagation design related problems. تمام، دي هي تقريبا مواضيع. حتى الموضوع الاخر advanced شوية اللي هو overall objectives، ده على حسب توفر الوقت لينا هنتطرق له في اي عمق، بس على الاقل هننوه عليه اثناء الشغل لما يبقى في فرصة للكلام عليه. تمام، الكورس اوتلاين طبعا بعد الانترودكشن اللي احنا شغالين فيها هنبتدي نخش على الانتنه فاندامنتالز. بعد ما نشوف الانتنه فاندامنتالز ونعرف بعض البارامترز الانتنه زي الجين اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه والدايركتيفيتي والراديشن باترن اند وخلافه. تمام، هنبتدي نطبق الاناليسز على الواير انتنا، وبعدين بعد كده هنخش على الابليكيشنز او سيستم الانتنا سيستمز والانتنا البرود باند، وبعدين الانتنا الريز، وبعدين ما يسمى بالابارتشر انتنا والمايكروستيب انتنا، ده السبجكت الاخير. طبعا الكورس ديليفري احنا عندنا 3 اورز ليكتشر بير ويك. احنا عندنا بالنسبه لموضوع الديليفري احنا عندنا المفروض يوم الاحد من الساعه 10 لحد الساعه تقريبا 3، مش كده؟ تمام، تايم سلوت بتاعه الانتنة، واعتقد انها فري، ما فيش عندنا حد مشارك في التايم سلوت ديت، فاحنا هنتحرك فيها بحرية. تمام، خلينا لو نحاول في البداية كده نجري شوية عشان ما احناش عارفين الظروف بتاعة الفصل. في الفصول اللي فاتت دايما كان بتحصل فيه من ساعة ما ابتدت الكورونا، ربنا يرفع هذا البلاء. تمام، والعملية فيها تغيرات كتيرة بتحصل وذن السمسترز المختلفة، فهنحاول ان احنا نبقى بقدر الامكان من غير ما نعمل عليكم ضغط او ستريس كبير ان احنا نستفيد من التايم سلوت الكبيرة ديت.
ان احنا نوزعني على حسب الجدول ما حصلش فيه تغيير، ان السلوت اللي هي من 10 ل 12 تقريبا ديت مره كل اسبوعين، والسلوت اللي هي من 12 ونص ل 3 او من 1 ل 3 دي اسبوعي. تمام، فاحنا هنبتدي ايه من 10 وناخد بريك كويسه ونكمل بعد ايه بعد الظهر. تمام، وهنحاول يعني نستغل الايه السلوت كلها بحيث ان احنا ايه ما نضغطش على ايه على انفسنا لا عليا ولا عليكم. تمام، ونستغل الايه ان احنا ما فيش حد معانا في الايه في الفتره دي. هل في تغيير في الجدول حصلت؟ انا ده اللي شفته اخر فيرجن، ان احنا كان زي بقول ايه التايم سلوت من 10 ل 3 افيلابل لينا يعني. بالنسبة لطريقة التقييم زي ما هو معتاد، احنا عندنا 90 درجة على الفاينل، تمام، الاجزام الفاينل، و 35 على الايه على الاعمال السنة. تمام، فعندي في الثابت فيهم هم دايما بيبقوا 15 درجة بتاعت الايه الميد تيرم اللي هو دايما بيجرأ في الاسبوع الثامن تقريبا او على حسب الايه التغيرات. طبعا ايه اللي عندنا بقى ايه الاساينمنتس والايه والكويزز بتاخد الايه ال 20 درجه الكبيره ال 20 درجه الباقيه. تمام، فدي هنوزعها على حسب برضو ايه الفعاليات اللي احنا بنعملها. في الغالب بيبقى عندنا فيه تو كويزز، تمام، وممكن نعمل ميني بروجكت، تمام، في اثناء الايه الفصل او في الجزء الثاني تقريبا من الايه من بعد الميد تيرم يعني. تمام، فده الايه تقريبا الايه السيستم بتاع التيم. هنا ايه بنوري ازاي احنا بنقدر نتعلم ونتذكر المواضيع اللي احنا بنتعلمها لما تكون جديدة. تمام، ف الهرم المقلوب دوت يعني او مثلث الايه المقلوب ده بيوري مدى النسب المختلفة بتاعة الايه المشاركة بتاعتنا في الفعاليات التعليمية والنتائج اللي احنا ايه بنحققها، سواء ان احنا بنقرا او بنسمع ليكتشر او بنتفرج على حاجة او بنعلم او بننفذ حاجة او بتاع. تمام، فهي تلاقي ايه النسبة بتزيد، نسبة الاستفادة والتذكر بتزيد. تمام، كل ما زادت نسبة الايه الانفولفمنت بتاعتنا في الايه في السبجكت. فكل احنا ما بنمارس سواء عملنا قراءة، عملنا ديمونستريشن، عملنا سيميوليشن، عملنا بروجكت، عملنا تيستينج. تمام، كل ما ايه ما بنشارك في الاكتيفيتي اللي هي موجودة اكتر او نشارك في او نعمل اكتيفيتيز اضافيه من عندنا، كل ما بتحسن عندنا ايه نسبه الايه الفهم والاستيعاب والتذكر. تمام، بزياده نسبه المشاركه في الايه الاكتيفيتيز الايه المختلفه. تمام، بالنسبه للمراجع، تمام، احنا عندنا المرجع الاساسي اللي هو الريفرنس تكست بوك بتاعنا هو كونستانتين بالانيس، تمام، انتين ثيوري اناليسيس اند ديزاين، والكتاب ده موجود على النت افيلبل فري، تمام، بي دي اف نسخه، اي اديشن ويل بي سفيشنت. تمام، فاحنا اللي هي ايه شغالين منها الثيرد اديشن. تمام، زي ما بقول بس هو ايه متوفر على الايه على النت، فاي حد انترستد في القراءة
المتعمقه. تمام، فهو ايه كتاب التكست بوك بتاعنا بالانيس. تمام، وده متوفر. تمام، كمان ممكن اللي عايز يتوسع في القراءه، تمام، ممكن كتاب انتنا ثيوري اند ديزاين لشتوتسمان. تمام، ده برضو ايه بيضيف للايه للمواضيع اللي احنا هنشتغل عليها عمق وثراء. تمام، ده بالنسبه للايه للريفرنسز. تمام، سو فار في اي اسئله في الانترودكشن؟ لا، هو بس في حاجه دكتور، في مواعيد الليكتشرز هو المفروض الميعاد من اللي هو الليكتشر السلوت الثاني يعني هيبقى المفروض من 12 ونص ل 2 وثلث، لان احنا 2 ونص بيبقى عندنا محاضره تشريعات مع دكتور. ماشي، طيب اوكي. انا قصدي يعني ما هم ايه عندنا محاضره قبل الظهر ومحاضره بعد الظهر، صح كده؟ تمام كده، صح. تمام ماشي، يعني احنا يعني ايه يعني في الغالب يعني السيشن اللي هي اللي بعد الظهر هنبتدي 12 ونص ان شاء الله. تمام، فما في مش مشكله اوفرلاب ان شاء الله مع اي حد تاني. انما هي انا مش عارف المحاضرات بتبقى هي الجدول بتقسم حصص مش كده؟ الاولى بتبتدي الساعه 8 باين، وبعدين فهي اللي هي قبل البتاع عندنا الثالثه والرابعه، حصتين الثالثه والرابعه مش كده؟ واللي هم بعد الدور اللي هم الخمسه والسته، صح كده؟ تمام تمام، فيبقى احنا عندنا من الثالثه لحد السته ده التايم سلوت دي كلها بتاعت الانتنه. تمام تمام، وعشان يبقى اكثر تحديدا فالثالثه والرابعه دي المفروض انها اسبوع واسبوع على حسب ما موجود في الجدول، صح؟ والخمسه والسته دي اسبوعي. تمام، فاحنا هنخلي الايه العمليه زي ما بقول ايه فري شويه، بحيث ان احنا نقطع مشوار كويس في المحاضرات. تمام، من غير ما نرهق الايه، بدل ما اخد في اسبوع مثلا زي ما بقول اربع ساعات في اليوم والاسبوع اللي بعده اخد ساعتين. تمام، ممكن نخليهم ثلاث ساعات مثلا ويكلي. تمام، او يعني خليها فليكسبل، يعني ايه مره طولنا شويه وعندنا قدره ان احنا نطول زي بعض. تمام، لا تعبنا وعايزين ايه نريح نريح، عندنا مش عارف كويز ولا امتحان ولا بتاع دوت، نريح الوقت شويه. ماشي، يعني ايه مش لازم نعملها ان الاسبوع ده احنا ابتدينا الساعه 10 يبقى الاسبوع الجاي نبتدي 12 ونص يعني. بس هو ده اللي اقصده. لا لا تمام، ان احنا ان احنا نستغل التايم سلوت اللي هي بتاعتنا اللي هي مش ما فيهاش لا احنا بنعتدي على حقوق الاخرين ولا احد من الاخرين بيعتدي على حقوقنا، بحيث ان احنا ايه نستغلها بحيث انها تبقى في الاخر ايه العمليه خفيفه يعني من غير ما ايه ما ننتقلها على احد الطرفين. بس هو ده كل اللي اقصده يعني ان شاء الله. تمام، ونقطع الايه مشوار بحيث ان هو في الاخر ايه ساعات تبص تلاقي فجاه كده يقول لك ايه خلاص انتهت الايه الدراسه ولا الاسبوع. هو انا مش عارف يعني حتى الاسبوع الدراسه كده هتبقى كام اسبوع يعني. تمام، في الغالب هتبقى 12 اسبوع. تمام، ده اللي احنا اعتدناه في الفصول اللي فاتت ساعه الكورونا يعني، فمما يعني ان احنا في اسبوعين من اسبوعين لثلاثه بيضيعوا مننا يعني كل فصل يعني. تمام، ف زي ما بقول برضو بيبقى الواحد عايز يدي المحتوى العلمي بتاع الماده كلها، فلما بيبقى الوقت متاح اكتر بتبقى العمليه ايه اخف، لما يبقى الوقت محدود هتبص تلاقي ايه الايه في ضغط شويه على الطلاب وعلى الايه وعلى المحاضر يعني. فخليها نمشي بطريقه مرنه شويه بحيث ان احنا ايه نعمل احسن استفادة ان شاء الله. في حد له اي اسئلة او تعليق سوفر؟ طيب كده انتهينا من الايه من subject بتاع الايه introduction.
كده ال 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 سلايز الجديده ظهرت انتنا فاندمنتالز. اه يا دكتور تمام. طيب احنا يعني ايه الجزء اللي فات زي ما بقول هي انتروداكشن ريفريشمنت عن ايه موضوع الايه الانتنا وما يرتبط بيه من حاجات تانية. تمام. البدايه الحقيقيه والتعريف بعض البارامترز الانتنا هنبداها من الان في الايه الشابتر اللي هو انتنا فاندمنتالز. زي ما قلنا واتكلمنا اي كوميونيكيشن سيستم بيتكون من ايه من ترانسميتر وريسيفر. تمام. يبقى عندي ادي ايه ترانسميتر وريسيفر. تمام. ده ترانسميتنج انتنا وده ايه ريسيفنج انتنا وده الايه الترانسميشن ايه الميديوم اللي بينهم الايه المسافه ما بين الترانسميتر والريسيفر ار. تمام. فده ببساطه اي ايه كوميونيكيشن ايه سيستم. تمام. وهتلاقي دراستك كلها في قسم اتصالات. تمام. هو عن الايه كوميونيكيشن سيستم دوت. تمام. الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هنتكلم على الايه على الانتنا اللي هو ايه هنا ترانسميتنج انتنا او الايه او ريسيفنج انتنا. تمام. في الكوميونيكيشن انت بتدرس الايه الترانسميترز والريسيفر وتكوينهم وانواع الموديليشن والبروسيس نفسها بتاعه الكوميونيكيشن من ميكسينج وهيتروداينينج والكلام دوت. تمام. في الالكترونكس بتدرس الايه السيركتس اللي هي بتديك الايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها في كوميونيكيشن سيستم. فهتلاقي هو ده ايه الموضوع الاساسي بتاعنا في قسم اتصالات هو ايه السيستم اللي قدامنا دوت وكل ايه سبجكت من السبجكتس المختلفه بيختص بدراسه ايه جزء من الايه اجزاء اللي هي بتكون الايه الكوميونيكيشن سيستم. واحنا في الايه الانتنه هندرس اللي هو الجزء دوت الايه الانتنه ده اللي هو من غير الانتنه مفيش ايه كوميونيكيشن سيستم. ايه هو الانتنه؟ احنا اتكلمنا عن الكلام دوت. تمام. الانتنه زي ما قلنا كان على ما اذكر مش عارف كان عمر ولا كريم اللي ابتدى التعريف بالموضوع دوت انه هو ايه كوندكتور. تمام. فهو ايه كوندكتور ممكن يبقى كوندكتور اللي هو ميتاليك او ممكن يبقى دايلكتريك سيرفيس. تمام. انتوا زي ما خدتوا في مايكرويف انجينيرنج بتاعي انتوا خلصتوا ال السبجكت بتاعت المايكرويف انجينيرنج كلها يعني. تمام. فخدتوا في عندنا ايه ترانسميشن لاين في عندنا كوأكسيال ترانسميشن لاين في الويف جايدز سيركلر وريكتانجلر ويف جايدز في المايكرو ستريبس وفي دايلكتريك ايه جايدز وخدتوا حتى الايه الريزونيتور في عندنا ايه ال ال سي ريزونيتور كافيتي ريزونيتور ال دايلكتريك ايه ريزونيتور وبالتالي فالايه في دايلكتريك سيرفيسز ممكن تشتغل راديتور. تمام. لكن ايه في الغالبيه العظمى عندنا ايه الانتنة هي بتبقى عن عباره عن كوندكتور او ميتاليك ستراكشر. تمام. وابسط شكل من اشكالها هي ايه الواير انتنة اللي احنا بنعرفها في ما يسمى بالمونوبول والدايبول وهنشوفهم بالايه بالتفصيل في المحاضرات القادمه ان شاء الله. تمام. الانتنة هو بيبقى ايه ترانسميتنج او ريسيفنج او راديتنج وريسيفنج راديو ويفز. هنا بعض التعريفات المختلفة المعتمدة للأنتنة. تمام. فمثلا الاي تريبل اي التعريف بتاع الاي تريبل اي للأنتنة هو means of radiating receiving radio waves. تمام. فهو ده فعلا ايه الوظيفة الأنتنة وان الأنتنة هو اللي بيعمل لي تمام الترانزيشن ما بين ايه الترانسميشن لاين. تمام. والفري سبيس. تمام. ده الايه
الانتن. وطبعا من ضمن الحاجات اللي هو لازم يعملها الانتن ان هو يعمل ماتشنج ما بين الطرفين، تمام؟ لان ايه طبعا عارفين ان الماتشنج ده احد الايه البارامترز اللي احنا لازم نحققها في معظم الايه السيستمز والديفايسز اللي احنا بنشتغل عليها. زي ما قلنا ايه ان ال الانتنة زي ما قلنا احنا عندنا ايه ببروجيت في كل الاتجاهات، ده لو كان ايزوتروبيك، تمام؟ فلو هو ايزوتروبيك هلاقي ان عندي هو فلوسلس ميديا، تمام؟ هلاقي ايه ان الباور ريدكشن تتناسب مع ايه واحد على R سكوير، تمام؟ وبالتالي تمام كل ما ببعد ما بين الترانسميتر والريسيفر كل ما الباور بتقل بمقدار الـ R سكوير. ده لو كان لوسلس ميديان. لو عندي في لوسز تمام فبيبقى عندي الالفا ده بيبقى هو الاتينويشن كونستانت، فهيبقى عندي الباور لوس هيبقى يتناسب مع اي تو ذا نيجاتيف الفا ار كل سكوير، تمام؟ يعني بتخش الفا مع مع الريدكشن اللي هو بيحصل بسبب الديستانس وان الانتنة براديت في اتجاه سيرفيس بالكامل، تمام؟ سيرفيس سفير بالكامل، تمام؟ طبعا ايه في الاخر الانتنة وظيفته ايه؟ انه ينقل سيجنال من سورس لديستنيشن، تمام؟ فاحنا لما ننقل سيجنال من سورس لديستنيشن عمليه الكوميونيكيشن دي ممكن تتم من خلال كيبل او تتم من خلال ايه انتنة وايرلس كوميونيكيشن. يعني ممكن تبقى وايرد كوميونيكيشن عن طريق كيبل او عن طريق وايرلس كوميونيكيشن، فبالتالي هنحتاج ايه انتنة. فايه الفاكتور اللي بيخليني ايه اديسايد ان انا استخدم كيبل او انتنة، تمام؟ اول حاجه اللي هي الديستانس، تمام؟ المسافه ما بين الايه الترانسميتر والريسيفر قد ايه، تمام؟ يعني زي ما احنا بنقول اندور لو في مبنى يعني، تمام؟ فبنلاقي ان هي ايه الكيبلز رخيصه وايه وسهله، تمام؟ لكن لو انا مسافه بعيده فبلاقي ايه ان الكيبلز هتبقى ايه مكلفه وهتبقى ايه صعبه، تمام؟ لازم نفحر او نعمل اعمده او مش عارف ايه بتاع ده، ويبقى الوايرلس احسن، تمام؟ فنستخدم الايه الانتنه. ضمن الفاكتورز الثانيه اللي هي الايه السكيورتي، تمام؟ معلش البوينتر واحد ما بيعرفش حكي فيه كويس في الحركة، لكن ايه تمام السيكوريتي، تمام؟ انا طبعا ايه مدى السيكوريتي بتاع الترانسميتد داتا، تمام؟ او السيجنال اللي عندي او الانفورميشن، تمام؟ مدى عايز اعملها سيكوريتي. طبعا لما بيبقى الوايرلس كوميونيكيشن بتبقى السيكوريتي ايه اقل، لما بتبقى وايرد كوميونيكيشن بتبقى السيكوريتي احسن، زي ما بنستخدم مثلا فايبر اوبتيك، تمام؟ يعني في بعض السيستمز كوميونيكيشن سيستم تعتمد على الايه فايبر اوبتيك، لان فايبر اوبتيك بيوفر لي سكيورتي عاليه، تمام؟ وفي نفس الوقت كمان من مزايا اللي هي بتاعت الفايبر اوبتيك ان الباندويث بتاعه كبير جدا، تمام؟ زي ما انتم عارفين يعني، تمام؟ ايه الفاكتور الثالث اللي هو الريلابيليتي، تمام؟ هاو ريلايبل الايه السيستم اللي انا استخدمه، تمام؟ فده بيحدد لي ان انا استخدم زي ما بقول ايه كيبل او استخدم ايه وايرلس سيستم يحتاج انتن، تمام؟ دي نبذه تاريخيه سريعه عن الانتنه. طبعا الانتنه هي جزء من الايه من الكترو ماجنتيك ويف ساينس، تمام؟ اللي هو يعود فيه للفضل العدد من العلماء، تمام؟ طبعا اشهرهم زي ما احنا عارفين ماكسويل والايكويشنز بتاعته، تمام؟
دي هي بتشكل الايه زي ما بيقولوا القاعده الاساسيه لعلم الايه المايكرويف. فهو ماكسويل من اشهر العلماء في هذا المجال، وفي جنبه علماء كتير ساهموا في الموضوع زي ماركوني وهيرتز واخرين. تمام، وممكن ايه ترجعوا للايه لبعض المعلومات سواء هنا او في النت عشان تشوفوا ايه الايه التطور بتاع الايه الهيستوري بتاع الالكتروماجنتيك ويف اند اتس ابلكيشن. تمام، ودي ايه موضوع ليكوا يعني تقدروا تشتغلوا فيه زي ما انتوا حابين يعني. تمام، تاني زي ما بقول ايه الانتنة هو بيعمل الايه الترانزيشن ما بين جايدد ويف وفري سبيس ويف. تمام، ف الانتنة هو بيبقى ايه الديفايس اللي بيعمل ترانزيشن ما بين الاثنين، فمفروض ان هو يوفر لي الترانسميشن ديت ويعمل ماتشنج ما بين الايه الجايدد ويف والفري سبيس ويف. تمام، ده شكل بيوريني الراديشن بيكتشر بتاع الانتنة. تمام، انا قدامي دوت دايبول اللي هو في النص هنا، تمام هنا ده دايبول انتنة، هنا ايه لاندا باي 2 دايبول انتنة. فبلاقي ايه الراديشن بيكتشر بتاعته في اتجاه الايه السفير وليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما هتشوفوا هو هتلاقي ايه الونج الايه الانتنة لينس يعني في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه ده اللي هو في الانتنة تقريبا ما فيش راديشن. تمام، وتقريبا الماكسيمم راديشن في الاتجاه ايه في الاتجاه العمودي على الايه على الانتنة بالشكل ده. تمام، واحنا هنشوف الكلام دوت. فبنقول ايه ده الايه الاتجاه العمودي على الدايبول هو اللي بيبقى فيه الماكسيمم ايه راديشن. فالدايبول انتنا ده دايركتيف انتنا لانه ما بيعملش راديشن في اتجاه الواير اتسلف. تمام، والراديشن الماكسيمم بيبقى في اتجاه العمودي على الايه على الواير. والنوع ده من الانتنا زي ما هنشوف التفاصيل بنسميه اومني دايركشنال انتنا. دلوقتي احنا الراديشن بيتم ازاي؟ تمام، احنا طبعا راديشن عندنا الحاجه اللي بتعمل راديشن هو اساسا الكرنت. تمام، فيا اما عندي تايم فارينج كرنت يا اما تشارج بيحصل لها اكسلريشن او دي اكسلريشن اللي هو في الاخر بتديني ايه تشارج بتعمل لي اكسلريشن او دي اكسلريشن اللي بتديني تايم فارينج ايه. تمام، فلو عندي تايم فارينج كرنت او شارج تحرك بسرعات متزايدة أو متناقصة فيها اختلاف يعني variable speed، فدي بتديني ايه بيحصل منها radiation مع توفر الشرط اللي احنا قلنا عليه ان عندي الايه الطول بتاع الانتنة comparable ويتناسب مع الويف lens. لكن لو عندي uniform current أو uniform charge distribution أو charge moving with uniform velocity يبقى مش هيحصل لي ايه radiation. تمام، وممكن علشان يبقى عندي لو عندي uniform current او uniform velocity ممكن اعمل discontinuities. تمام، discontinuities ديت تؤدي الى حدوث ايه radiation. تمام، وبالتالي تمام احد الايه الطرق لو انا ما عنديش الcurrent بتاعي time varying او charge بتاعتي ليها different velocities وماشي بالفورم فلوسز ان انا اعمل ايه discontinuities في الايه الترانسميشن لاين او سيستم بتاعي. تمام، فدوت يؤدي الى حدوث ايه اوسيليشن. تمام، الايكويفالنت سيركت للايه للانتنة. تمام، احنا عندنا الانتنة ممكن نعمله ريبريزنتيشن بايه impedance
تمام. الانتنة ممكن نعمله ايه ريبريزنتيشن بايه بامبيدنس زي ما احنا شايفين كده تمام. فانا عندي الانتنة ايه الحاجة المهمة ان هو بيعمل ايه بريسيف الباور اللي جاية من جايدد ستراكشر او جايدد سيركت جايدد ويف في سيركت ويعمل لها راديشن. فطبعا الراديشن ده الباور ديتد بالنسبة للسيركت تعتبر ايه لوسز فكان بي ريبريزنتد بايه بريزيستنس فدي بنسميها الراديشن ريزيستنس الراديشن ايه ريزيستنس. فالراديشن ريزيستنس بتعبر عن الايه الراديتد باور بالانتنة لان دي تعتبر لوسز في الباور اللي ماشيه في الايه في الانتنة سيستم تمام. الانتنة له لوسز في الكوندكتور او في الدايلكتريك اذا كان في دايلكتريك ده بنعمله ريبريزنتيشن ب ار ال اللي هي بتشكل الايه اللوسز في الايكوفالنت امبيدنس بتاعه الايه الانتنة والايه الرياكتنس بتاعه الانتنة ريبريزنتد بايه باكس اي تمام. فدي كلها على بعضها تمام ايه بنسميها الايه الانتنة امبيدنس اللي هي ايه زد اي تمام. فبتبقى عندي ايه زد اي هي ايكوالز ار ال بلس ار ار تمام بلس جي في الايه في الاكس اي. طبعا الايه السيستم على بعضه بيتكون من ايه جنريتور وترانسميشن لاين هنا هنا تمام. فجنريتور ده سورس للايه الكترومغناطيك ويف تمام والانتنة ده اللي هو ايه براديت الكترومغناطيك ويف. طبعا على حسب الماتشنج هيكون عندي ايه في ستاندنج ويف مقدار الستاندنج ويف تمام. طبعا لو في ماتشنج ما بين الانتنة وما بين الايه السورس والترانسميشن لاين مش هيبقى عندي فيه ايه ستاندنج ويف لكن طبعا ده بيبقى صعب ايه تحقيقه بنسبه 100% ماتشنج تمام. فدايما بيبقى فيه ايه بيبقى فيه مس ماتش ما بين الجنريتور والترانسميشن لاين او ما بين الترانسميشن لاين والانتنة which result in ايه ان في الجزء بتاع الترانسميشن لاين سيكشن بيبقى فيه عندي ايه ستاندنج ويف. كل ما كان المس ماتش كبير كل ما كانت الستاندنج ويف ديت ايه الستاندنج ويف ريشيو بتاعتها كبيره تمام. وكل ما ايه كان الماتشنج كويس كل ما كان الستاندنج ويف ريشيو بتاعتي ايه صغير تمام. بعض الانتنة بارامترز اللي احنا سواء هنعرفها او نعمل لها حسابات او اناليسز للانتنة تمام. احد اولها راديشن باتر تمام. زي ما قلنا احنا عندنا الانتنة اللي هو قلنا عليه سميناه ايزوتروبيك انتنة ده اللي مفروض انه هو بيراديت في جميع الاتجاهات بنفس القيمة بنفس المقدار. الراديشن باترن بتاعه بيبقى عبارة عن ايه سفير. الانتنز بعد كده كلها ما بتحققش الايه الكلام دوت هي بتراديت في ايه في اتجاهات معينة اكثر من اتجاهات الايه الاخرى. فالراديشن باترن ده هو ايه الشكل اللي هو الايه الراديال ريبريزنتيشن تمام للترانسميشن السترينث بتاع الترانسميشن من الانتنة في الاتجاهات الايه المختلفة. يوريني التغيرات في مقدار الايه الراديشن في المنطقة المحيطة بالانتنة. فده اللي احنا بنسميه الايه الراديشن باترن. فنقول الراديشن باترن هو بيديني الانجلر فاريشن بتاع الايه الراديشن حوالين الايه الانتنة سواء كان الانتنة ده transmitting او receiving antenna تمام. الدايركتيفيتي تمام. الدايركتيفيتي زي ما قلنا الانتنة ايه بيعمل ايه بيركز الايه الراديشن في اتجاه معين تمام. فيبقى احنا عندنا ايه الدايركتيفيتي بتوريني القدرة الانتنة على انه ايه يركز في ايه الراديشن في اتجاه معين. فبتقيس لي الراديشن في الماكسيمم او اتجاه البيك راديشن ريلاتيف
للراديشن اللي كانت هتبقى من الايزوتروبيك راديتور. يعني لو انتنا لسه مركزين واخدين بالنا تقريبا الدايركتيفيتي حاجه مشابهه للجين بشكل كبير جدا. تمام، هي في الواقع هي نفسها الجين، الفرق بينها وبين الجين ان الجين بياخد في اعتباره الانتنا لوسز. تمام، يبقى عندي ايه الدايركتيفيتي بتوريني قدره الانتنا على التركيز الراديشن في اتجاه معين بالمقارنه بالايزوتروبيك راديتور. الجين هو نفس الحدوته، الفرق بينهم زي ما بقول ان الجين بياخد في اعتباره الايه الانتنا نص. يعني نقول الجين هو الدايركتيفيتي تمام محمل عليها ايه الانتنا لوس، واخد في اعتباره الانتنا لوس. تمام، في بعد كده البولاريزيشن. تمام، البولاريزيشن زي ما احنا عارفين هي بتبقى اتجاه الالكتريك فيلد في الويف. تمام، فهي بتديني ايه الدايركشن والريلاتيف ماجنيتيود بتاع الايه الدايركشن بتاع الايه الالكتريك فيلد. وكبساطه كده احنا ايه في الساتلايت كوميونيكيشن هتلاقي ان احنا بنقول ايه فيرتيكال وهوريزونتال. تمام، يعني هتلاقي المصطلح دوت متداول معانا في الايه الساتلايت كوميونيكيشن. لما تيجي تعرف تردد جديد او بتبقى شانل جديده بتلاقي التردد موجود، ومن ضمن الحاجات ان هي بيبقى مكتوب ان ايه البولاريزيشن بتاعتي فيرتيكال ولا هوريزونتال. تمام، ف البولاريزيشن بارامتر مهم ليه؟ لان ايه انا عندي الانتنا دايما بيبقى الايند في اتجاه الايه البولاريزيشن. يعني لو الانتن لو البولاريزيشن بتاعتي فيرتيكال فلازم الانتنا بتاعي اللي هو دايبول او واير انتنا لازم الانتنا بتاعي يبقى فيرتيكال، او لو هوريزونتال بولاريزيشن لازم الانتنا بتاعتي يبقى هوريزونتال، والعكس صحيح. يعني لو الانتنا بتاعي فيرتيكال يبقى السيجنال او الويف اللي رادييتد هتبقى ايه فيرتيكالي بولارايزد، ولو هو هوريزونتال هتبقى الايه الويف هوريزونتالي بولارايز. تمام، طبعا من البارامترز المهمه جدا هي الايه الامبيدنس. لان الامبيدنس ده اهم من بارامترز بتتعامل معاه احنا كمهندسين، لانه دايما بيستخدم في الايه السيركت ديزاين وعمليه الايه الماتشنج. تمام، لاي ديفايس مع اي سيستم. تمام، فالامبيدنس دي مهمه. طبعا الامبيدنس زي ما احنا عارفين هي ايه ال V على I. تمام، وهي بتبقى بالنسبة للأنتنة زي ما شفنا في السلايد اللي فات بتبقى مشكلة من resistance اللي هي بتعبر عن الراديشن RR، وواحدة RL اللي بتعبر عن losses، وجزء الرياكتنس سميناه ال A ال XA اللي بتعبر عن أنتنة رياكتنس. تمام، البارامتر المهم كمان اللي عندي ايه الباندويث. تمام، باندويث بنعرف منه الرينج اللي بيعمل فيه الايه الانتنا. تمام، الانتنا تايبس اللي احنا هنشوفها او هنتكلم عنها في الكورس، طبعا الاشهر هو الايه الواير انتنا. تمام، والابيرتشر انتنا، مايكروسيب انتنا، والاري انتنا، والريفلكتور انتنا، واللينز انتنا. تمام، الواير انتنا دي اكزامبلز على الايه على الواير انتنا. اشهرها طبعا هو الايه اللي موجود في الشمال ده اللي هو الدايبول انتنا. تمام، فهو اللي هو اللي في الوسط ده بنسميه لوب انتنا، عباره عن ايه على انتنا على شكل سيركل. ولو عندي كذا ايه سيركل عاملين شكل سبايرال كده زي ما شايفين في اليمين ده بنسميه هيليكس او هيليكال انتنا. الابيرتشر انتنا ده بيبقى هو عباره عن ويف جايد انتنا، فانتوا عارفين الويف جايد. تمام، فالايه الويف جايد لما يفتح لايه على شكل ترانزيشن بشكل ايه ريكتانجولر كده تمام، لما يفتح بايه بشكل ريكتانجولر كده يحصل ترانزيشن فيه من الايه من الويف جايد للسبيس بشكل ريكتانجل ده بنسميه بيراميدال هورن انتنا، ولو هو ايه في فتح وكده سيركل بنسميه كونيكال هورن انتنا، او انه يبقى ايه الويف جايد جاست اوبن سيركت كده في الويف جايد. تمام، بنسميه ريكتانجولار ويف جايد. هنا تيجي الحته مهمه
نتكلم عليها هي جزء فيها مايكروب انجينيرنج. تمام، الاستراكشر الثلاثه اللي قدامنا دول سواء البيراميدال او الكونيكال او ريكتانجولار هم عباره عن ايه؟ المفروض اوبن سيركت مش كده ولا ايه؟ ناس معانا ولا خرجت؟ الاشكال دي عباره عن ايه؟ ويف جايد مفتوح ايا كان الايه الشكل من الاشكال الثلاثه، صح؟ ويف جايد ماله ايه؟ مفتوح، فده بيعمل ايه؟ كانه اوبن سيركت ويف جايد مش كده ولا ايه؟ متفقين ولا غير متفقين؟ تمام ايوه متفقين على ان دي اوبن سيركت ولا مش اوبن سيركت؟ ايوه تمام دي اوبن سيركت. طب فاحنا بنقول عليه انتنة، يعني ليه بقى؟ احنا دي احد الايه الصعوبات في المايكرويف. تمام تمام، فالصعوبات في المايكرويف ان احنا نحصل على اوبن سيركت. مفيش في المايكرويف اوبن سيركت، تمام؟ ليه؟ لان اوبن سيركت معناها ايه؟ مين يشرح لنا اوبن سيركت معناها ايه؟ معناها الريزيستنس بتبقى عاليه قوي يعني، فما فيش كرنت. الله ينور عليك. تمام، ريزيستنس انفينيتي، الكرنت بكام؟ بصفر، والفولتج ماكسيم، صح؟ تمام تقريبا. والشورت لا مش تقريبا هي كده. تمام، الاوبن سيركت المفروض الايه الكرنت فيها يبقى ايه زيرو، والفولتج يبقى ايه ماكسيمم. طيب مين يقول لي مقدار الفولتج في الاوبن سيركت يبقى المفروض كام؟ بنقول الكرنت بزيرو في الاوبن سيركت. تمام، الفولتج بكام بالظبط بقى؟ الفولتج في الاوبن سيركت المفروض انه بيبقى ماكسيمم، وقيمته هي دبل الانسيدنت فولتج امبليتيود. تمام، يعني انا عندي ويف انسيدنت، تمام، ليها فولتج في انسيدنت. تمام، فالمفروض اللي عند الاوبن سيركت يبقى الفولتج قيمته كام؟ 2 في انسيدنت، ده حاجه ده الايه الماكسيمم فولتج امبليتيود. تمام، عند الاوبن سيركت هو ضعف الايه البيك فاليو بتاع الانسيدنت ايه فولتج او الامبليتيود بتاع الانسيدنت فولتج. تمام، الشورت سيركت هي العكس، الشورت سيركت المفروض الايه الفولتج بيبقى بصفر والكرنت فيها بيبقى ايه ماكسيمم. وهنا برضو الحته اللي لازم نبقى مهمه، تقول لك احنا متعودين ان الكرنت يبقى انفينيتي، لا هو الكرنت هيبقى دبل الايه الانسيدنت كرنت في الايه الدايره. تمام، احنا عندنا في المايكرويف صعب جدا ان احنا نعمل اوبن سيركت. ليه؟ تمام، لان اي اوبن في النسبه في الار اف بنعملها، تمام، اي واير مفتوح بشكل ايه اوبن سيركت، لان الكرنت بتاعي هيبقى بكام؟ بصفر. تمام، والتوتال انسيدنت باور ويل بي توتالي ايه ريفلكتد. تمام، الكلام ده انا مش هحققه في المايكرويف. تمام، لان التوتال انسيدنت باور جزء منها هيراديت، تمام، من الايه من الاوبن ستراكشر. تمام، وجزء منها هي ايه هيرفلكت مما يشكل لي انتنة، وبالتالي الامبيدنس بتاعتي مش هتبقى ايه انفينيتي، او لما اجيبها ايكويفالنت الكرنت بتاعي مش هيبقى بكام ايه بصفر في الايكويفالنت فولتج كرنت موديل. تمام، وبالتالي
يبقى عندي ان انا صعب ان انا احصل على فيزيكال في الكتريكال اوبن سيركت. تمام فيزيكال ما هنا فاتح الاستراكشر بتاعي فانا عندي فيزيكال اوبن سيركت لكن ما عنديش الكتريكال اوبن سيركت لان الامبيدنس بتاعتها ايه زي ما بقول ايه فاينايت. تمام وبالتالي دي مش ايه ما تقدرش نعتبرها ايه انها ايه اوبن سيركت. طيب انا لما بحتاج اوبن سيركت في اي سيركت مايكرويف سيركت اعمل ايه؟ لما بعمل اوبن سيركت لما احتاج اوبن سيركت اعمل ايه شباب؟ فكروا شويه كده. انا محتاج اوبن سيركت زي بقول من شويه الاوبن سيركت صعب الحصول عليها في الايه المايكرويف سيركتس لكن انا محتاج اوبن سيركت اعمل ايه اتصرف ازاي؟ فرصة يا شباب ممكن اعمل discontinuities او بس discontinuities مش يعني ممكن اعمل حق يعني مثل واعمل discontinuities فيها ولا الموضوع ده ايه بقى discontinuities؟ ماشي تفكير بفكر ده كويس كاباستور يعني كاباستور الكاباستور هو برضو نفس الحدوته نفس الاشكاليه يدينا نفس الحدوته. تمام الكاباستور ما هو الى ايه تو بارل بليتس اوبن. تمام ها هتشتغل بالظبط زي برضو الايه اللي هو الاوبن ويف جايد كده. هو كريم كان ماشي على الطريق المظبوط يعني بس يقول لنا ايه هي بقى الديسكونتينيوتي او ايه هي ازاي نقدر نحقق open circuit في المايكرويف سيركت. في المايكرويف سيركت انا ممكن اعمل شورت سيركت ببساطه خلاص اقفل الايه اترمينيت الويف جايد بميتاليك بليت خلاص دي اذا ايه شورت سيركت مش كده ولا ايه؟ تمام ما فيهاش مشكله لكن انا عايز open circuit فاعمل ايه بقى؟ اديكم نص الاجابه اهو الاوبن سيركت هعملها من خلال ان انا اعمل شورت سيركت وبعدين اعمل شورت سيركت دي ايه انا لو قلبت الشورت سيركت تبقى ايه يا شباب لو قلبت الشورت سيركت هتبقى ايه لو قلبت يا شباب لو قلبت الشورت سيركت جبت مقلوبها بقت ايه الشورت سيركت الامبيدنس بتاعتها بزيرو لو قلبتها هتبقى الانبوت امبيدنس بتاعتها بكام هتبقى بكام بانفينيتي بقت اوبن سيركت مش كده ازاي اقلبها بقى ازاي اقلب الشورت سيركت لاوبن سيركت اللي يا دكتور كنت اتحكم باللينز بتاع الواير اخليه لامدا اوفر 4 او حاجه بالظبط كده يا باشا تمام ان انا اعمل ترانسفورمر طوله لاندا باي ايه باي 4 تمام تمام لاندا باي 4 ده بيعمل لي ايه امبيدنس انفيرجن مش كده تمام فكروا في يا جماعه الويفز سهله وحلوه بس فكروا فيه اعملوا فيها عقولكم ما تاخدوهاش بالسمعه الايه المغرضه اللي الكل بيحاول ان هو يلصقها بيها تمام الويفز محتاجه اوبن مايند مش اكتر تمام يعني ايه وصدر متقبل تمام انت زي ما بنقول صعب ان انا اعمل اوبن سيركت في الايه المايكرويف لان اي اوبن سيركت اعملها هترادييت وبالتالي مش هتديني اوبن سيركت مظبوطه تمام لكن من السهل ان انا اعمل ايه شورت سيركت فلو انا محتاج في التصميم بتاعي اوبن سيركت بعمل ايه شورت سيركت واعمل لها ترانسميشن لاين سيكشن قدره كام لاندا باي 4 فتيجي ايه ابعدها عن اعمل شورت سيركت بعيد عن النقطه اللي انا عايز عندها الاوبن سيركت بمقدار ايه لاندا باي 4 تظهر لي
عند النقطه اللي انا محتاج فيها اوبن سيركت تظهر لي اوبن سيركت، لكن طبعا عيبها انها ايه نارو باند اوبن سيركت، لان طول اللاندا باي 4 تمام ده هيحصل بس عند سيرتن ايه فريكوانسي تمام. فلما هبعد عن الفريكوانسي دوت هتبتدي ايه الايه اللاندا باي 4 كونديشن مش valid انيمور تمام، وبالتالي هتبقى الايه الاوبن سيركت بسميها نارو باند ايه اوبن سيركت بس اهي ايه بتشتغل، لان هو دايما ايه انا عندي ايه اوريدي في كل التطبيقات ببقى عندي سيرتن ايه ليميتد باند ويدث، وبالتالي احد الايه الطرق اللي هي من السهل احصل بيها على اوبن سيركت ان انا اعمل ايه شورت سيركت على بعد لاندا باي 4 من النقطه اللي انا محتاج فيها الايه الشورت سيركت تمام. قدامنا المايكرو سيب او ما يسمى بالباتش انتنا تمام، وده اللي هو بقى بيستخدم بكثره في اليومين دول وخصوصا في الموبايل ديفايسز تمام. بيبقى عباره عن مايكرو ستريب باتش على شكل ريكتانجولار او سكوير او سيركولار باتش، وزي ما انتم عارفين انتم خدتوا اعتقد المايكرو ستريب ترانسميشن لاين في المايكرويف انجينيرنج تمام. ف الباتش ديت سواء سيركولار او مايكرو ستريب تمام ريكتانجولار تمام او سكوير باتش بتشتغل انتنا وسميه الباتش انتنا تمام. قلنا لو انا عندي مجموعه من الانتنا تمام بتراديت نفس السيجنال فده بنسميها الانتنا الري تمام. النوع الاولاني ده نوع مشهور جدا كان زمان، ويمكن دلوقتي الناس ما بقتش متعودة عليه، اللي هو الطيب ده اللي هو بنسميه ياجي اودا اري تمام. ده احد اللي هو بيستخدم في UHF region تمام، وكان دايما بيستخدم زمان في التلفزيون اللي هو الابيض واسود لو الناس فاكرة تمام. كان نوع ده من الايه من الانتنة تلاقيه كله على سطوح البيوت، طبعا من ساعة ما الساتلايت ابتدت تمام اختفى هذا الايه النوع من الانتنة تمام. الكبار بقى تسأل بابا وماما او جده عن الايه عن اللي يجي اودا الري دوت عارفينه كلهم تمام. كان يطلعوا فوق السطوح ويظبطوا بقى كمان الايه البتاع دوت، يقعدوا يلفوا يمين وشمال علشان يظبطوا الريسبشن بتاعه تمام. زي ما انتم شايفين ان هو ايه بيتكون من مجموعه من الايه من الدايبولز تمام، يعني دي كلها ايه دايبولز. اللي في النص دوت اللي هو اللي داخل عليه الفيد ها ده اللي داخل عليه الفيد ده الايه الاليمنت اللي هو بيفيد عليه الكرنت دوت تمام. المجموعه دي بنسميها دايركتورز، واللي ورا دول بنسميهم ريفليكتورز. دول كلهم بنسميهم بارازيتيك انتنا لان هم ما فيهمش انتنا كرنت فيد تمام، ولكن الايه الكرنت اللي هنا هو بيندوس كرنت وفيلد في الايه في الديفرنت elements اللي هم سواء directors او reflectors، بحيث ان هو في الاخر بيديني desired antenna pattern تمام. والنوع ده زي ما بقول كان مشهور جدا في TV broadcasting واسمه ياجي اودا الري تمام. ده مجموعة من الابارتشر antenna كلهم rectangular apertures تمام، بيشكلوا لي ايه ابارتشر الري. ده هنا مجموعة من الباتشز ها microstrip batch تمام، سكوير مايكرو ستريب باتش دي بتعمل لي ايه باتش اري. هنا ايه سلوتد لاين اري، يعني عندي ريكتانجولار ويف جايد وعامل فيه مجموعه من الايه من السلوتد بتراديت تمام، فده بنسميه سلوت اري تمام. زي ما بقول الاري هي مجموعه من الانتنه بتراديت نفس الايه او تريسيف نفس الايه السيجنال على حسب استخدامها ترانسميتر ولا ريسيفر تمام. دي احد الاكزامبلز على الاري تمام، هنا على شكل واي كونفيجريشن تمام. دي تو دايمنشنال اري تمام، طبعا دي مش اري ده منظر قبيح
ان هو ايه السطوح بتاعه البيوت دلوقتي او العمارات، تمام، بقى كل واحد عامل له ايه ريسيفر، تمام، وعامل دش له فوق الايه فوق البيت، تمام. وطبعا يعني ايه المفروض الناس تستعيد عن كل هذا الكلام بايه، بانهم يعملوا ايه سنتر دش، يعني ايه سنتر انتنة، تمام، ويغذي كل الوحدات كفايه واحد، تمام، ويعملوا كبير شويه، ممكن يعملوا له ايه بوستر او امبليفاير، يعني ايه يدوا بيه جميع الوحدات، يعني مش كل واحد يعمل له اري. فدي مش اري، ده منظر عشوائي، يعني مجموعه من الانتنه العشوائيه. الريفلكتور انتنة، تمام. طبعا اشهر مثال على الريفلكتور انتنة هو الايه الساتلايت ريسيفر اللي احنا كنا جايبينه في ده. ده احد انواع او اشهر انواع الريفلكتور انتنة. لو تبحث هتلاحظ ايه هنا، تمام، اللي هي الجزء ده شايفينه اللي هو بيسموه الايه الراس، تمام، او اللو نويز بلوك ال ان بي، تمام، وده الايه الطبق بشكل ريفلكتور، ده الانتنة والطبق ده بشكل ايه ريفلكتور. فالهيد دي او الراس ده او ال ان بي ده موجود في الايه في الفوكس او بتاعه الايه الطبق، تمام. فايه لو هو ريسيفر، تمام، فعندك الايه الاريز جايه، تمام، بتاعه الايه الراديت الويف، تمام، بتبقى جايه بارلل وتتجمع فين، يجمعها الطبق وترفلكت فين في البقره، فيلاقي ايه حاطط الانتنه بتاعي في الايه في البقره، فيريسيف الايه يسنس الايه الباور اللي جايه، تمام. او العكس لو هو ترانسميتر فهو ايه بيبقى ده كونكتد للايه للدايره، تمام، وراديت وراديت للايه للريفلكتور، والريفلكتور ايه يعكس الايه الريز في اتجاه الايه العمودي. فديت اشكال الايه الريفلكتور. ف عندي هنا ايه زي ما احنا شايفين ده ايه بسميه الفرونت فيد، النوع ده هو الايه الاول والثاني، ده فبيعمل ايه الانتنه بيبقى موجود في الايه في البقره، تمام، وريسيف او ايه او يترانسميت، يعني هنا في حاله ترانسميتنج مود، تمام، بيبعت الايه الريز في اتجاه الايه الريفلكتور، فالريفلكتور بيرفلكت ده في اتجاه بارلل للاكس بتاع الايه الريفلكتور، تمام. ولو هو ريسيفر هيبقى العكس، جاي في اتجاه الايه البارل للاكس وريفلكت من سطح الايه الريفلكتور ويتجمع فين في الفوكس، تمام، سواء كده الشكل ده او الشكل ده. في احد الايه التطبيقات ان هي ايه الكيس جرين فيد، تمام، بيبقى ايه السورس بتاعي موجود خلف الايه الانتنه وحاطط ريفلكتور كده ايه صغير ايه في البقره، تمام، ف دايره ديت للايه للريفلكتور الاولاني بيرفلكت على الايه على الريفلكتور الايه الاساسي، تمام، وراديت في الاتجاه الايه البارلل للايه للاكسس. دي اشكال اللي هي الريفلكتور انتنا، زي ما بقول اشهرها هو الايه الساتلايت. نفس الحكايه ممكن يبقى في عندنا ايه ما يسمى باللينز انتنا، تمام، ودي اشكال ايه مختلفه، تمام. فعندي هنا ده ايه كونفكس بلين، من ناحيه كونفكس وبلين، هنا ايه كونفكس كونفكس، هنا ايه كونفكس كونكيف، ده كونفكس وده كونكيف، والباقي ده الكونكيف، عندنا ايه كونكيف بلين وده كونكيف كونكيف، تمام، وده كونكيف كونفكس، تمام. كلهم اشتغلوا بنفس الايه السيستم، ان انا عندي ايه راديشن او راديتور السورس بتاعي موجود في الفوكال بتاع الايه السيستم، تمام، والفرق بين الريفلكتور والانتنا لينز ان الريفلكتور بريفلكت، الانتنا لينز بيعدي الايه الري، تمام، في الاتجاه الايه الاخر، تمام، بترانسميت الري في الاتجاه الاخر ويطلع بارلل الايه للاكس بتاع الايه بتاع الانتنا. ف هو ايه مشترك
مع الريفلكتور في نفس طبيعه الايه الاداء. الفرق ان الثاني بريفلكت وده بايه بترانسميت الميكرويف باور ريز. تمام كده ايه وصلنا. في سؤال في السلايدز اللي هي حضرتك بتتكلم على يعني على الدش العادي اللي بنستخدمه اللي هي دي ولا دي اللي قبل دي؟ ايوه دي اللي هي احنا قلنا هنا دول مش قري. انا سؤالي هما لا 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 اللي هي لا اللي هي بقت الدش عادي اللي هو ماشي انا بس بس دي قلنا هنا هل احنا قلنا هنا ان هي نوت ان اري عشان خاطر كل واحد بياخد سيجنال على حسب التشانل اللي هو بيفتح عنده على التلفزيون صح؟ هي هنا ايه مش مشتركين كل واحد هنا اندبندنت على الاخر. تمام عشان التشانلز على اساس ان انا بتحكم في التشانل عايزاه فباخد تردد معين حتى معين. لو كلهم بيتفرجوا على نفس التشانل حتى لو كلهم بيتفرجوا كلهم في عندنا ماتش زي ما بيحصل مثلا تمام فكل الناس بتتفرج على نفس التشانل تمام فهم كلهم بيريسيف نفس السيجنال صح ولا غلط وده يمكن سؤالك يعني أنا... تمام بس دي مش اري ليه لان دول كلهم اندبندنت مش متصلين ببعض خالص تمام ده كل واحد عامل له ايه انتنا سيستم بتاعه تمام والريسيفر ايه بتاعه واندبندنت على الباقيين فتح مولع طفى الثاني شغال مش شغال كلهم شغالين واحد بس اللي شغال ده كله ملوش دول كلهم ملهمش علاقه ببعض تمام هي كان الفكره ان بس زي بقول بدل ما نستخدم المنظر القبيح اللي قدامنا دوت ايه لو عملناهم كلهم زي ما حضرتك بتقول واحد بقى برضو هتبقى طب ما يعني ازاي كل واحد كده يتحكم في التشانل اللي هو عايزها. عظيم ده سؤال جميل جدا تمام ده الايه ده السؤال الاول لحد ما قلنا ده متفقين تمام تمام فده السؤال الايه الجميل تمام اذا كان ايه هنعمل انتنا واحد تمام هي ايه هي ازاي الناس تتحكم في الايه في الشانل شوف تمام جميل الناس تتحكم في الشانل بتشوفها ايه منين من خلال الريسيفر مش من خلال الانتنا تمام يعني هو الريسيفر هو اللي بيتحكم هو اللي بيعمل سيليكشن هو بيعمل تيونينج للايه للشانل اللي انت عايزه تتفرجي عليها تمام الانتنا بيريسيف كل المايكرويف باور اللي موجوده ما بيعمل لهاش اسمه ايه دوت ما بيعمل لهاش سيبريشن تمام كل الحدوته في الانتنا ان هو يبقى يا اما هوريزونتالي يا فيرتيكالي بولارايزد تمام فلما يبقى هوريزونتالي بولارايزد يريسيف الهوريزونتال سيجنال ولما يكون فيرتيكالي بولارايز يريسيف الفيرتيكال بولارايز سيجنال تمام بس لكن بيريسيف ويسنس كل الباور اللي موجوده ريسيفد تمام بتخش بقى بتتنقل ديت تمام هنا برضو علشان ايه زي بقولوا ساعات الاسئله بتفتح مجال للايه للكلام والمناقشه تمام اللي بيقوم هنا بالريسبشن تمام هو مين الايه اللي احنا سميناه الايه الراس ده تمام اللي انا عامله هنا بالايه بالاحمر ده تمام ده شايفينه تمام اللي هو بيسمى ال ان بي تمام ده زي بقول بيسنس كل الالكتروماجنتيك ويف باور اللي جايه ويبعتها على ايه للريسيفر تمام الريسيفر بقى انت او اي حد بيعمل له ايه تيونينج هيستقبل بقى بي ان سبورت ولا اون تايم سبورت ولا عباس وحسنين تمام ف دي اللي بيتحكم فيها كل ايه يوزر من الايه من الريسيفر بتاعه واضحه تمام يا دكتور تمام لكن ستيل دول مش ايه الري تمام لو كملنا على السيستم بتاع الساتلايت ريسيفر لانه احد الاكزامبلز اللي دلوقتي بقت مشهوره وكل الناس موجوده عندها وممكن تبص عليه بدقه تمام هنا الجزء اللي هو الانتنا ده اللي هو بيسميه ال ان بي تمام حد يقول لي ايه ال ان بي يعني ايه الاول عارفين ان هو اسمه ال ان بي ولا لا دكتور فين انه اسمه ال ان بي طيب يعني ايه ال ان بي انا مش فاكر المصطلح قوي بس فاكر ان هو بيبقى فيه لو نويز امبليفاير وبيبقى فيه تو انتنز اللي هو بتوع الترددين الراسي والافق يعني عشان نفس ممتاز معلومات طيبه عم تمام
ال ان بي هي اختصار لو نويز بلوك. انا قلتها على فكره وانا بتكلم يعني بس ما حدش خد باله تمام عشان تشوف التركيز بقى ايه. انا قلت الكلام ده هو اسمه لو نويز بلوك تمام. اللو نويز بلوك ده هايبريد سيستم, ده مش لو نويز بلوك, ده حاجه الهيد ده اللي هو لو نويز بلوك تمام. ده انتنه زي ما قال عمر في هوريزونتال وفيرتيكال بولارايز انتنه تمام. في امبليفاير لو نويز امبليفاير, ليه؟ لان احنا عارفين دايما من الكوميونيكيشن ان السيجنال بتبقى الويك بوينت بتاعتها فين, عند ايه الريسيفر اند صح تمام. فبنستخدم ايه ما يسمى لو نويز امبليفاير. في بعد كده طبعا لو نويز امبليفاير وبعد كده باور امبليفاير. في بعد كده ايه ميكسر علشان يداونلود الايه الفريكوانسي بتاعه الايه السيجنال. لو سيادتكم كده ايه يعني كان عندكم فضول ورحت تفحصتوا اللو نويز بلوك ده, هتلاقوا اللو نويز بلوك ده ايه ويف جايد بيزد سيركت. حد فيكم بص عليه؟ حد فيكم بص عليه او شاف لو نويز بلوك قديم عنده بايز عادي يعني خدوا الفضول كده يكسر فيه ويتفرج عليه؟ مش بقول يا شباب, يا شباب طلبة اتصالات يعني ايه مفيش الفضول بتاع التدمير والتكسير الحاجات حتى اللي هي بايظه يعني ديت, وتتعرفوا على اللي ايه جواها يعني. طلعوا حتى الممثلين من جوه, احنا يعني كنا صغيرين كنا عايزين نفك التلفزيون ده عشان طلع ممثلين من جواه. فالمهم يعني اللو نويز بلوك ده تمام زي ما بتقول هتلاقيه في جايد ايه بيزد سيركت تمام. فبيبقى موجود كمان ميكسر يعمل داون كونفرجن للسيجنال من مايكرويف لاير اف. ليه بقى؟ علشان السيجنال اللي هي جايه لي ديت في الرينج بتاع الاي 10 جيجا هرتز, فهي مايكرويف سيجنال سبورتد بايه لازم بايه مايكرويف ترانسميشن لاين. فهنا كان موجود الايه الويف جايد ده احد الترانسميشن لاين الممتازه تمام. لكن علشان انا مشي بقى لحد الريسيفر مايكرويف يبقى لازم استخدم اوف جايد من اول الايه الانتنة لحد الايه الريسيفر, which is very expensive مكلف جدا, زائد ان هو كسر بقى ويعمل بتاع انت متمرر مواسير بقى, عارفين اوف جايد ولا لا مواسير تمام. فاحد الحلول ان هو لا انا عايز اعمل كوأكسل كيبل استخدمه من الايه من اول الانتنة لحد الريسيفر. ما ينفعش الكوأكسل كيبل يسابورت 10 جيجا هرتز تمام. ففي ميكسر فوق في ال NB تمام بايه بداون كونفرت السيجنال من 10 جيجا هرتز تقريبا ل 1 جيجا هرتز تمام. 1 جيجا هرتز كان بي ترانسميتد بايه بكوكسل كيبل. ففي كوكسل كيبل من اول الايه الدش لحد الايه الريسيفر. الريسيفر بقى بيقوم بالبروسيس الباقيه بتاعه الايه عمليه الايه الريسبشن. فاللو نويز بلوك في انتنا, في لو نويز امبليفاير amplifiers, في mixers تمام, وفلترز طبعا ايه اللي هي بتليمت الايه الباندويث بتاعه تمام. اللو نويز بلوك اتسمى ال ان بي لو نويز بلوك ليه؟ نسبه الى اللو نويز امبليفاير تمام. ليه؟ لانه هو اهم حاجه بالنسبه للسيجنال الضعيفه. السيجنال الضعيفه زي ما انتم عارفين الساتلايت كوميونيكيشن بتعتمد على الايه على الجوي ستيشنري ساتلايت. حد عارف الجوي ستيشنري ساتلايت على ارتفاع كام؟ من 3000 كيلو باين. 3000 كيلو ده انت كريم قوي. هو كان في كذا اللي كان في الجيو والليو بس انا مش فاكر. لا الجيو الساتلايت كوميونيكيشن تي في ساتلايت كوميونيكيشن بتعتمد على الجيو ستيشنري ساتلايت مش الليو ولا الميو تمام. الجيو ستيشنري على ارتفاع 35000 كيلومتر او 45000 كيلومتر من مركز الارض من خمسة تمام. فاقول يعني ايه المينيمم 35000 كيلومتر من سطح الارض. 35000 كيلومتر من سطح الارض فمسافه ايه مسافه ضخمه جدا في الايه في الكوميونيكيشن تمام. وبالتالي علشان ايه وزي ما احنا عارفين الجيو ستيشنري ساتلايت الواحد بيكفر ثلث مساحه الايه سطح الكره الارضيه الايه الراديشن بتاعه تمام. فطبعا علشان السيجنال بتقطع ال 35000 كيلومتر دي وتتوزع على الايه على سطح ربع ثلث سطح الكره الارضيه بتبقى ايه بتبقى ضعيفه جدا تمام.
فلازم طبعا مع ايه مع استخدام الدش المناسب للايه للاستقبال عشان يكولكت سفيشنت باور. تمام. برضو الايه السيجنال بتبقى فيري ويك. تمام. فلازم يستخدم لو نويز امبليفاير الايه في اول مرحله ليها. تمام. وده الكريتيكال بارت من الايه من السيستم ده بتاع الايه الريسيفر. وعشان كده اتسمى الايه البلوك كله لو نويز ايه بلوك. لكن زي ما بقول نويز بلوك ده في انتنه هوريزونتال وفيرتيكال. تمام. والايه وفي الميكانيكال سبورت اللي بيحوله من انتنه قوي اللي هو السويتشنج اللي بينقله من هوريزونتال لفيرتيكال. تمام. وفي الايه لو نويز امبليفايرز وباور امبليفايرز وايه وميكسرز وفلترز. تمام. فعشان كده لأهمية اللو نويز كاركترستيك في الايه في الموضوع تسمى اللو نويز ايه بلوك. طبعا ما تسماش لو نويز امبليفاير لانه هو بلوك في سيستم كامل. تمام. فتسمى لو نويز بلوك وده التسمية الايه التقنية المشهورة اللو نويز بلوك. الناس اللي بسموه الراس او الهيد تقريبا اللي هم الفنيين. لكن الايه التسمية التقنية المعتمدة له هي ال ان بي اللي يختصر لو نويز ايه بلوك. كده في وضحت الحدوته والفكره والتطبيقات اللي اتكلمنا عليها ولا لسه في اي اسئله او استفسارات؟ هو دكتور انا كان عندي سؤال اللي هو خاص بالبولاريزيشن. هو بيتحدد على اساس يعني الاستقاءه بتاعه الواير ولا الالكتريك فيلد لاينز بتتغير ازاي؟ اتجاه الالكتريك فيلد. اتجاه الالكتريك فيلد. تمام. لو الالكتريك لو لينير عندي البولاريزيشن لينير فبيبقى اتجاه الالكتريك فيلد وان دايركشن يا اما هوريزونتال يا اما ايه فيرتيكال. تمام. وده الحاله الايه البسيطه. طبعا في انواع كتير من البولاريزيشن لكن هي دي البسيطه اللي هي فيرتيكال او ايه او هوريزونتال. فلازم الايه الانتنا والالكتريك فيلد يبقوا الاين في نفس الاتجاه دفعات الريسبشن او الرادييتد ويف بتبقى هي على حسب الايه الالاينمنت بتاع الانتنا. لو الانتنا هي فيرتيكال واير انتنا لو واير انتنا فيرتيكال هيديني ايه فيرتيكال بولاريزيشن. لو هوريزونتال هيديني هوريزونتال بولارايزد رادييتد ويف. ده جاب سؤالك؟ اه تمام. اي اسئله اخرى؟ في حد عنده اي استفسارات او اسئله؟ اوكي نكتفي بهذا القدر النهارده. تمام. ونشوفكم يوم الاحد ان شاء الله. تمام. اوكي شكرا جزيلا لوقتكم واستماعكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.